قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيام المسلمين أعيادا في كل مكان يا رب العالمين، وأن يفرج هم إخواننا وأهلنا وأحبابنا في سوريا وبورما وفي كل بلاد المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. كان الشيء الطبيعي أن احنا لما كنا بنتكلم في رمضان، طبعا التقينا طول الشهر مع برنامج آية وحكاية، وربنا يا رب يعيننا ونقدم لكم المزيد والمزيد، وربنا يثبتنا وإياكم على الخير وعلى الطاعة، ويحشرنا وإياكم في زمرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فكنا لازم نتكلم عن النفحات الإيمانية الجميلة اللي احنا عشناها في رمضان، والعبادات الجميلة القلبية والبدنية والمالية اللي احنا عشناها أيضا في رمضان. كان لازم نحافظ ولو على القدر يسير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وحتى العلماء مثلوا وأعطوا مثال جميل جدا، قالوا لو إن في مكان بينزل مية نقطة نقطة، فالنقطة نقطة دي نزل على صخرة، بعد مرور سنة رغم ان هي نقطة نقطة هتلاقي في حفرة بقت في الصخرة ديت، بسبب ان النقطة نقطة ديت اثرت في الصخرة على المدى الطويل. طيب لو جمعت كل المية اللي اتدلقت على الصخرة طول السنة من النقاط اللي نزلت عليها ديت، وحطتها في 50 برميل مية ودلقتهم على نفس الصخرة، فلن تتأثر ولن يحدث فيها أي أثر. فعشان كده الأعمال ولو كانت قليلة مع المداومة تؤثر في القلب بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن الإيمان ده كالزرعة، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لما القلب يتحط فيه الزرعة الجميلة أو النبتة الجميلة بتاعة الإيمان، إن لم تسقها بالطاعة والعبادة والأعمال القلبية والبدنية والأعمال والعبادات إلى غير ذلك، الزرعة دي هتدبل إلى أن يصل الأمر إنها ممكن، ربنا عافينا وعافيكم، ممكن تموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال: إن الإيمان لا يخلق، بيقدم في قلب العبد كما يخلق الثوب. زي ما الثوب بيقدم كمان الإيمان بيقدم. قال: فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى القلب محتاج سقيا، والسقيا أنت في شهر رمضان أنت مش سقيت قلبك، أنت ما شاء الله يعني رويته يعني ومليته بالإيمانيات والأعمال الصالحة. لو أنت بقى جيت للقلب الجميل ده اللي بقى في قمة ازدهاره ونباته وفي قمة جماله ده كله اللي كان في شهر رمضان، لو بعد رمضان منعت عنه كل العبادات ديت، إلا يحصل القلب ممكن يدبل، وممكن عياذا بالله يمرض، بل ممكن هو يموت. عشان كده كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فاحنا محتاجين ان احنا نداوم ولو على النذر اليسير. ما بقولكش ان انت تصلي تروح وتهجد بعد، وان كان الاصل ان السنة كلها كانت كده في حياة النبي وفي حياة الصحابة والتابعين، فده الاصل. بس بقول حتى لو كانت الهمة تضعف عن ان احنا نصلي كل يوم 11 ركعة، فعلى الاقل ركعتين قيام ليل يكونوا طوال شوية. لو الفجر بيدن مثلا الساعة 4، لما نصحى الساعة 3 ونقوم كده ونصلي 4-5 ركعات كده ونطول فيهم شوية، ربنا يكرمكم. صدقوني وده وقت بقى تنزل المولى عز وجل أو نزول الحق جل وعلا، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ويكرر تلك الأسئلة الثلاث إلى أن يطلع الصبح.
محتاجين ان احنا يعني نتعرض لرحمات المولى عز وجل. طيب، ناس صامت رمضان وقامت رمضان وقامت ليلة القدر وتصدقت وانفقت وطلعت زكاة مالها وعملت خيرات كتير جدا وختمت 10 ختمات قرآن او حتى 5 ووصلوا الرحم وعملوا حاجات كتير جدا. ايه العلامة اللي تعرفني انا بقى بعد رمضان ان ربنا قبل مني الخير ده كله؟ قالوا من علامة القبول الحسنة بعد الحسنة، ان انا لما اعمل حسنة ايه علامة قبول الحسنة دي؟ ان يبقى فيه بعدها حسنة. فمن علامات القبول يمكن اكتر 3 اعمال بتقدر تعرف اذا كان ربنا قابل منك العمل ولا ما قابلوش، 3 حاجات: الصيام والحج وبر الوالدين. لو ربنا وفقك وقبل منك شهر رمضان يوفقك للطاعة في شهر رمضان زي ما كنت قبل رمضان أو أكثر، ولو ربنا تقبل منك الحج يخلي أعمالك والعبادات بتاعتك بعد الحج برضو تكون زي ما كنت قبل الحج إذا كنت على خير أو تكون أكثر. ومن علامات قبول بر الوالدين ان الاب والام يموتوا وهم راضيين عن حضرتك او عن حضرتك. يبقى من علامات القبول الحسنه بعد الحسنه. طب السؤال اللي كتير من الناس بيسالوه، ليه ناس كتيره بتنتكس بعد رمضان؟ لا، ده انا عايز اقول معلومه تانية، ده في ناس مش بتنتكس بعد رمضان، ده في ناس بتنتكس من نص رمضان. يعني تلاقي المسجد في اول 15 يوم ما شاء الله حاجه كده، ايه، مش لاقي مكان تفرش في الشارع حتى، ولكن بعد 15 يوم يبتدي ايه العد التنازلي، وبعدين يزداد مره تانية في ليله 27، وبعد كده بينفض الفرح وبيشيل الصوان وكل واحد بيروح بيته وخلاص خلاص مفيش مشكلة. احنا اذكر في المسجد عندي يعني اخر يومين في رمضان ما صلاش معانا 3، فمع ان في رمضان المسجد مليان. فهي دي المسألة، ليه بيحصل الفطور دوت؟ لاسباب، يعني 3 اسباب في عجالة سريعة، وان كان في اسباب كثيرة جدا لكن تقدر تجملها في 3 اسباب. رقم 1، ان هذا الانسان اللي كان بيعبد ربنا في شهر رمضان لم يستعن بالله ولم يسأل المولى عز وجل أن يثبته. خد بالك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. اعرف أن أنت ما بتثبتش بمزاجك وما بتعبدش بمزاجك، والكلمة دي عايز أحط تحتها 1500 خط. يعني إيه ما بعبدش بمزاجي؟ يعني عايز أقول إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاك مطلق الحرية في إنك تقوم تصلي، ما قالكش لازم تصلي أو لازم ما تصليش، يعني ما أجبرش إنسان على إن هو يترك الصلاة عياذا بالله. وده فكر الفرقة الجبرية يعني اللي بتفكر، طبعا الكلام ده غلط، لأن أصلا ربنا سبحانه وتعالى يعني إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ربنا سبحانه وتعالى يسر لك السبيلين وقال لك أدي طريق الجنة وأدي طريق النار، وأنت اختار بقى، محدش أجبرك بقى أن أنت تسلك طريق الجنة أو طريق النار. لكن في النهاية خد بالك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيرة. لو قعدت يوم القيامة تعتذر 100,000 سنة عن أن أنت ما صليتش عشان ما كنتش فاضي وعشان، لن يقبل هذا العذر، لأن ربنا يسر لك كل أسباب العبادة سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ان في انسان دايما بيعلم ان 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 اللي اوان على العباده ديت هو الله. قالوا اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. هو اللي اقامك دلوقتي عشان تفتح قناه الناس وتتفرج على فضفضه وتسمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين ان غيرك مسك نفس الريموت وحول على قناه راس او قناه افلام او غير ذلك. فربنا اللي أقامك في الفضل ده، لأن ده مكانك ومكانتك وفضلك عند ربنا سبحانه وتعالى. قال لك أنت ما ينفعش تتفرج على الرأس، أنت إنسان محترم، أنت لازم تتفرج على دين، أو حتى لو مش هتتفرج على دين هتقفل خالص وتنام، أو هتصلي أو تعبد ربنا أو تقرأ قرآن أي حاجة. لكن غيرك ربنا سبحانه وتعالى رعاه مرة واثنين وثلاثة وألف، فلما لا مصر على المعاصي خلى بينه وبين المعصية لأنه سقط من عين الله سبحانه وتعالى. ورغم ذلك بنقول ما بنيأس حد من رحمة ربنا، حتى الإنسان اللي وقع في المعاصي واللي ليل ونهار بيتفرج على رأسه وعلى أفلام وعلى مسلسلات وعلى كل ده بندعي له ما بندعيش عليه، بنقول يا رب اهديه ويا رب اشرح صدره للخير يا رب العالمين، وربنا يكرمه. ما بنيأس حد من رحمة ربنا، كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا
تقنط من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. فأنت لو سألت ربنا إنه يثبتك كان ثبتك. فممكن إنسان يغتر بأنه ما شاء الله قام وصام وخلاص أنا وصلت المرحلة بقى مش محتاج بقى أقول أي حاجة، أنا خلاص الحمد لله عملت اللي أنا عايزه، فيوصل لمرحلة أنه ينسى أن اللي ثبته واللي وفقه للعبادة دي هو الله سبحانه وتعالى، فينسى أنه يرفع إيديه أو يسجد لله سبحانه وتعالى ويعفر الأنف والجبهة في التراب ويقول سبحان ربي الأعلى، ويقول يا رب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لو سأل السؤال ده ربنا يكرمه. لذلك شوف ربنا بيقول إيه، إن عبد المؤمن بيقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في الحديث اللي رواه أحمد والنسائي بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام عد هو وأبو بكر وعمر على دار ابن مسعود. ابن مسعود كان بيعمل ايه في الثلث الاخير من الليل؟ كان عمال بيصلي قيام الليل وعمال يبكي، فالنبي عليه الصلاه والسلام واقف مع ابي بكر وعمر وابن مسعود ما يعرفش انهم واقفين بره ولا سمع صوتهم، فالنبي بيقول لهم من سره او من احب ان يسمع القران غضا طريا كما انزل فليسمع الى قراءه ابن ام عبد، وفي قراءه وفي روايه قال من احب ان يقرا القران غضا طريا فليقرا بقراءه ابن ام عبد، اللي هو عبد الله ابن مسعود. عبد الله ابن مسعود كان بيقرأ في سورة الكهف كما ورد في رواية أخرى، وبعد ما سلم وفي رواية أنه كان بيقرأ في سورة النساء. المهم فبعد ما سلم فرفع يديه يدعو، فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو بره بيقول إيه سل تعطى، اطلب اللي انت عايزه الان ابواب السماء مفتحه. فكان لي ثلاث ادعيه جمال قوي اتمنى تحفظوهم او تكتبوهم. فكان بيقول ايه اللهم اني اسالك، خدوا بالكم بقى، اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. فقال النبي امين. حاضر هعيده تاني، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ده الثبات هو بقى، ونعيما لا ينفد، ده في الجنة وما ينفعش يخش الجنة وما يشوفش النبي، قال ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. فقال عمر بن الخطاب اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما، أروح النهاردة بقى أبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعائه. قال فلما انصرفنا من صلاة الصبح ذهبت إلى دار عبد الله ابن مسعود فوجدت أبا بكر خارجا من عندي قد بشره بتأمين النبي على دعائه. بأول سبب، أول سبب من أسباب الانتكاس سواء في نصف رمضان أو في الجزء الأخير من رمضان أو بعد رمضان هو إن هذا الإنسان لم يسأل المولى عز وجل الثبات ولم يستعن بالله سبحانه وتعالى. حاجة تانية إن هو وفق في عبادته وأمن مكر الشيطان. حضرتك تعلم إن الشيطان طول الشهر موفق ومربوط، وبمجرد ما بيظهر هلال أول يوم من شهر شوال الشياطين بتتفك وتنطلق بقى. طبعا تخيل حضرتك لما يكون شيطان نفسه وعمال بيغوي فيك طول السنة وعمال يأذي فيك طول السنة، وبعدين اتربط شهر كامل وشافك ما شاء الله بقى صيام وقيام وقراءة قرآن وذكر لله ولما حد يقول لك كلمة وحشة تقول له إني صائم إني صائم، وحاجة أخلاقيات ما كانتش بتحصل طول السنة، وبعدين هو بقى طبعا في قمة الغيظ فجأة اتفك ونفسه إن يوقعك رقم واحد في الشرك مش نافع، طب في الكبائر مش نافع، طب في كده، المهم نفسه يعمل لك أي مشكلة. فتخيل حضرتك لما أنت بقى تأمن مكر الشيطان وتثق بعبادتك تقول معقولة يوقعني بعد كل اللي عملته ده، ده أنا تراويح طول الشهر والعشر الأواخر كان فيه تهجد وختمت القرآن خمس ست مرات وما شاء الله رحت عملت عمرة واللهم بارك وصايم طول الشهر، بعد كل دوت الشيطان يجي يوقعني؟ لا 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 ما مش ممكن أتخيل حاجة زي كده. فإن الإنسان في اللحظة دي اللي هو يثق فيها بنفسه ولا يستعن بالله سبحانه وتعالى
هي دي اللحظة التي يتمكن فيها الشيطان من قلب العبد، زي ما حصل مع برصيصة. ممكن حكينا الموضوع ده قبل كده، وبرصيصة ده مش شخصية يعني واحدة، لا ده ممكن برصيصة ده تلاقيه بيتكرر عبر الأزمان. ودينا شايفين اهو واحد ربنا أكرمه وختم القرآن وبيدرس القرآن بالقراءات العشر، وفجأة انسلخ من الكتاب والقرآن ومن السنة، وأصبح من أعدى أعداء هذا الدين. فبرصيصة ده هو شخص كان موجود في بني إسرائيل لكنه يتكرر عبر كل زمان. ممكن تلاقيه في زي أبو جهل، أبو جهل ممكن تلاقيه موجود في أزمنة تانية برضه، لكن هو أبو جهل معروف أنه كان أيام النبي، لكن في برضه نسخ منه، واخد بالك؟ وأبو لهب، بص سبحان الملك، في كل زمان تجد الفرعين، وكل زمان تجد كذا، وكل زمان تجد أهل الخير، ده موجود وده موجود، وأهل الخير موجودين وأهل الشر موجودين، وهيفضلوا هكذا إلى قيام الساعة. ليه؟ لأن هي دي الدنيا، هي دي الدنيا كلها الصراع بين الحق والباطل. ربنا يا رب يثبتنا وإياكم على الحق، ويكفينا شر أهل الباطل ويهديهم يا رب العالمين. برضو ما بندعيش على حد، بندعي للدنيا كلها إن ربنا يهديهم ويشرح صدرهم للخير، آمين يا رب العالمين. تعالوا نكمل موضوعنا. فبرصيصة ده كانت مشكلته، كان رجل عابد ده، وانت عارف العابد ممكن يعبد ربنا بس على جهل، يعني يبقى عالم ما شاء الله. ولذلك ايه الشيطان اللي هو ابليس، ابليس نفسه قال للأبالسة اللي حواليه، قال لهم، بيسألوه في مرة بيقولوا ايه، بيقولوا له نراك تفرح كثيرا بموت العالم ولا تفرح بموت العابد، مع ان العابد ده ممكن يكون الناس بتحبه قوي وبتتقرب اليه وبتتبارك بيه، وممكن يكون العالم ده رجل يعني ايه يعني منعزل ولا حاجه، ويدوب بيطلع يدوا محاضره ويروح بيتهم يعني، واخد بالك؟ فقال لهم هعرفكم دلوقتي انا بفرح بموت العالم ليه، لان انا اللي بعمله طول السنه العالم يفسده عليا في لحظه، اما العابد فما يفرقش معايا. قال له طب ازاي؟ قال لهم تعال، خدهم وتمثلوا في صوره بشر وراحوا داخلين على رجل عابد من أعبد أهل زمان. فإبليس بيسأله بيقول له هل يستطيع ربك أن يجعل الكون كله في بيضة؟ بيضة يعني؟ قال له إزاي؟ طبعا لا، بيضة إزاي؟ مقاس الكرة الأرضية والكون ده كله يجي بيضة؟ لا لا لا، ما يقدرش. فنظر إبليس إلى أعوانه وقال لقد كفر بمقالتي، لأنه أنكر قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا تحدها حدود، والله عز وجل إذا أراد أي شيء فإنما يقول له إيه؟ كن فيكون. قال لهم تعالوا بقى نروح للعالم. فراحوا مع بعض إيه؟ لواحد من العلماء. فإبليس بيسأله بيقول له هل يستطيع ربك أن يجعل الكون في بيضة؟ قال أجل، سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، إنه على كل شيء قدير. قال كيف ذلك؟ قال إما أن يصغر الكون فيجعله في بيضة، وإما أن يكبر البيضة فيجعلها حول العالم، خد بالك. فقال لهم إبليس هل علمتم؟ عرفتوا بقى أنا إيه بفرح بموت اللي زي ده، لأن العالم ده هو اللي بيفسد كل الخطط اللي أنا بعملها من أجل إغواء البشر. فعلا الشيطان يقعد يخطط ويظبط ويعمل، ويطلع العلماء يبينوا ويوضحوا ويزيلوا الشبه ويقولوا الأحكام الشرعية، وياخدوا بإيد الناس إلى التوبة وإلى الجنة إلى غير ذلك، فيفسدوا كل اللي عمله الشيطان طول السنة. عشان كده الشيطان بيفرح جدا بموت العالم. فبرصيصة ده كان عابد، ما كانش عالم، كان عابد من أكبر عباد بني إسرائيل، وكان فيه شباب طيب كده ملتزم في عهده من بني إسرائيل، وكانوا عايزين يخرجوا هم التلاتة علشان يجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وانا حكيت لكم القصة قبل كده واختصرها في عجالة سريعة يعني. فاشاد في الموضوع كان عندهم أخت، أبوهم وأمهم ميتين، فما فيش غيرهم هم وأختهم، وأختهم دي كانت بنت جميلة جدا، فخايفين عليها من الفتنة وخايفين عليها من الأشرار، فقالوا ما ينفعش نسيبها عند أي حد إلا عند برصيص العابد ده الوحيد اللي يؤتمن على عليه الموضوع. قال لهم لا، أنا لا يمكن ما أعرضش نفس الفتنة وكده. قالوا ده أنت رجل عابد ورجل فاضل، وإحنا واثقين فيك وعارفين إن أنت لا يمكن إن أنت تقرب لأختنا، وأنت الوحيد اللي مؤتمن. المهم ألحوا عليه لحد ما أقنعوا إن هي مش هتقعد معاها، ده إحنا هناخد لها صومعة جنبك كده هتقعد فيها لوحدها، كل ما في الأمر آدي الفلوس دي خليها معاك، يوم ما تحضر أكل لنفسك حضر أكل ليك وليها وحطه لها قدام بس الصومعة وخبط عليها وامشي، وهي تاخد الأكل تاكل عشان بس إيه يعني لحد ما نرجع من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فرضي برصيصة على هذا الشرط. قدر ربنا سبحانه وتعالى إن برصيصة بقى كل مرة طبعا الشيطان عمال يلعب بيه،
يقول له يعني معقولة بنت مغتربة وقاعدة لوحدها وأهلها سايبينها وأنت يعني حتى ما فيش حتى لا صباح الخير ولا بونجور ولا هاوريون يحمدوه ولا السلام عليكم ولا أي حاجة، يعني ما يصحش برضه يعني عشان البنت ما تحسش بشيء من الوحشة، حتى سلم فقط ومش هتعملش أي حاجة خالص يعني. فبدأوا واحدة واحدة حد ما حط الطبق، طب استنى لما تفتح سلم عليها، فاستنى لما تفتح بعدها وسلمت عليه، طب المره الثالثه طب خش واقعد دقيقتين بس وامشي وسيبها بعد كده تاكل، وبعدها طب اقعد كل معاها، ايه المشكله انت راجل عابد ولا يمكن تتاثر بواحده زي دي؟ لي الى ان وصل في النهايه عازم بالله ان وقع بها وحملت منه. ف جاله الشيطان قال له انت كده ضيعت نفسك، وبعد ما الناس بتقول ان درجة عابد بقى وراجل ما فيش زيه وكان بيضرب بك المثل، هيقولوا عليك ان انت فاسق وغدار وخائن للأمانة وانت كده ضيعت نفسك. قال له الحل ان انت يعني لازم تقتل الست ديت. قال له طب اقتلها ازاي دي حامل؟ قال له طب انتظر لما تولد، انتظر لما ولدت. وبعدين خد الطفل وراح قتله، وبعد كده قال له طب هي ممكن لما اخواتها يرجعوا تقول لهم ده قتل ابني وعمل كذا كذا كذا. فقال له لا مفيش حل غير انت تقتلها بقى بالمره، وقتلها وراح دفنها مع ابنها. وخلص خلص الموضوع على كده. بعدها بايام رجعوا اخواتها من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ايه الاخبار؟ بدا يبكي وشويه تباكى الى غير ذلك، وسامحوني ورب قدر الله ما شاء فعل والله يرحمها رحمه واسعه، دي كانت اخت فاضله وعابده وماتت وانا دفنتها وادي مكان قبرها. فبكى الثلاثه وتأثروا جدا وراحوا باتوا ليلتهم بقى في بيتهم يعني. جالهم الشيطان هم الثلاثة، جه لكل واحد في منامه، ده براسيس العابد عمل كذا في أختكم ودفنت هي والولد اللي جاي من الزنا وعايزين تعرفوا أدي القبر بتاعهم. قاموا الثلاثة مفزوعين من النوم، أنا شفت حاجة كده مفزعة، شفت إيه؟ شفت كذا، وأنا برضو نفس الحكاية. والثالث نسأل لا ده يبقى الموضوع مش، فتمثل لهم الشيطان في صورة رجل وراح موديهم عند القبر، قال لهم بصوا القبر واحفروا. حفروا لقوها مقتولة ولقوا جنبها طفل صغير مقتول. راحوا واخدين براصيص العابد وراحوا صلبوه وهيقتلوا خلاص. فجاءه الشيطان في صورة بشر وقال له لا حل لك أو لا مخرج لك مما أنت فيه إلا أن تسجد لي فأنجيك منهم. فسجد له من دون الله سبحانه وتعالى فكفر بذلك فمات، فقتلوه ومات كافرا. فهذا هو قول الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. شفت المصيبة فين؟ المصيبة الإنسان يثق في نفسه ويثق في عبادته ويجي مرة واحدة يلاقي نفسه سقط مرة واحدة. يبقى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أنت كل يوم اوعى تثق في عبادتك، اوعى تثق في علمك، اوعى تثق في أي حاجة أنت وصلت إليها. قل أنا فقير، أنا غناية لا يكون إلا بقربي من الله سبحانه وتعالى، وأستمد عزي من الله، وأستمد غناية من الله، وأستمد علمي من الله، وأستمد الثبات والعبادة وكل خير إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. أما أنا فعبد فقير ذليل. يعني اكسر نفسك بين يدي الله ربنا هيكرمك. المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. يبقى السبب الأولاني اللي بيخلي الناس تنتكس رقم واحد أنه لم يسأل المولى عز وجل الثبات ولم يستعن بالله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية أنه وثق بعبادتي وأمن مكر الشيطان. الحاجة الثالثة أن الإسلام مش قضيته الأولى. عارف حضرتك لو كان في إنسان قضيته الأولى هي الإسلام والله العظيم وبحلف لك بالله حتى لو نفسه راودته أنه يعصى ربنا مش هيبقى عنده وقت يعصى ربنا. عارف حضرتك كتير من الشباب بيقع في مشاكل وفي معاصي ليه؟ علشان عنده وقت فراغ، يقول لك زهقت عنده وقت فراغ مش عارف أعمل إيه. بيتلقفه صديق السوء، يتلقفه فلان، ويتلقفه الإعلام، ويتلقفه الأفلام والسينمات والنت وما أدراك ما النت. وفي النهاية تلاقي الشاب إيه؟ سقط في شراك المعاصي. إيه بقى اللي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قالها كما عند البخاري، قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إيه العصمة من ده كله؟ إن أنت تستعين بالله سبحانه وتعالى، وإن أنت تنشغل بعمل. انشغالك بالعمل ده، تخيل حضرتك واحد شغله الشاغل هو الإسلام، نصرة الدين، خدمة المسلمين، خدمة الدعوة، خدمة أهل العلم، خدمة بلده، والله العظيم ما هيلاقي وقت حتى ينام. يعني أنا مش متخيل، يعني حضرتك لو تخيلت مثلا رجل عالم مفرغ حياته كلها للدعوة،
أقل القليل عشان أسميه داعية أو طالب علم أو عالم، أقل القليل لازم يومين في مكتبته 8 ساعات. طب 8 ساعات وقول يا سيدي 6 ساعات نوم، أدى 14 ساعة، وصلوات 5 وقعده مع زوجته ومع أولاده ومشاكل الناس ومشاغله وحاجات كتيرة، وخروجه بره مثلا لو عنده تصوير، لو عنده درس في مسجد، لو رايح صلة رحم، والله ما هيلاقي وقت يفكر انه يقعد في لحظة عشان يفتح يشوف برنامج سيء او يشوف فيلم ساقط او ان هو يخش على النت او مش هتلاقي عندك وقت، لان قضيتك هي الاسلام، ليل ونهار عمال بتفكر في خدمة الإسلام والمسلمين، مش هيبقى عندك وقت. يبقى ثلاث حاجات هي كانت سبب انتكاس ناس كتيرة جدا، انه لم يستعن بالله ولم يسأل المولى عز وجل الثبات. الحاجة الثانية انه وثق في عبادته وامن مكر الشيطان. الحاجة الثالثة ان الإسلام ما كانش قضيته الاولى، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة. عارف حضرتك العبادة في رمضان بنشبهها بايه؟ مش في رمضان بس وفي العمر كله، بس رمضان بالذات. عارف حضرتك زمان كان في حاجه اسمها الكنفة، يعرفوها بقى امهاتنا والناس الكبار في السن. الكنفة دي عباره عن بورتريه كده، لوحه كده بس معموله من القماش او من نوع من الخيوط كده، وانت بتجيب خيوط ملونه وتغزل الكنفة دي. تخيل غزل الكنفة دي. انا اذكر كنت بشوف اختي زمان لما كانت بتغزل الكنفة دي، كانت ممكن تقعد فيها مثلا شهر وشهرين، ولو كانت كبيرة قوي وفيها تداخلات الوان كتيرة ممكن تقعد فيها 3 شهور. تخيل بعد 3 شهور، قول يا سيدي شهر، تخيل بعد شهر كامل 30 يوم شغل في الكنفة دي، او نديك مثال اقرب، واحد بيغزل بلوفر، البلوفر، او واحده بتغزل بلوفر، البلوفر ده خد في ايديها الشهر الكامل لحد ما كملته، وبعد الشهر راحت ماسكه طرف الخيط وراحت شداه وراحت كراه كله فرجعته خيط تاني. هو ده معنى الايه، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثه. سبحان الملك. في ناس عملت كده بس في العباده، عملوا ايه؟ في ناس قعدت تبني وتغزل عبادة وتدخل ما شاء الله صيام في صلاة في قراءة قرآن في أذكار في صلة رحم في خدمة مسلمين في كذا في كذا في كذا، شهر كامل عمال بيغزل، وأول يوم العيد راح ماسك خيط العبادة كله وراح نفضه كله كده، وراح كارر الخيط كله بتاع العبادة، ونقض الغزل اللي غزله طول الشهر ده، شوله طول الشهر ده كله. زي ما قلت لك الشيطان طول الشهر مربوط، فجالك في اول يوم في شوال عمل معاك العمل دي كلها. ربنا بيقول ايه، ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه. شوف بقى الفاء بتاعت فاتبعوه، الفاء دي بيسموها فاء السرعه. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه، وفاء بسرعه بقى، فاتبعوه، جري وراه على طول، الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. يا سلام. طب ربنا بيقول ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، هو إيه ظن إبليس؟ مش الآية تقول كده ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، صدق عليهم إبليس ظنه، إيه الظن اللي صدقوا عليهم؟ هو قول المولى عز وجل حكاية عن إبليس لما قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. خد بالك، ولا تجد أكثرهم شاكرين، ده ظن إبليس فينا. فربنا بيقول لك النتيجة ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. الله، طب إيه الدليل؟ ما هنا ربنا بيقول ايه، ولقد صدق عليهم ابليس ظنه، الظن هو ايه، ولا تجد اكثرهم شاكرين. طب هل صدق الظن؟ صدق الظن، ربنا اللي قال ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. طب ايه الدليل؟ ان المولى عز وجل قال وقليل من عبادي الشكور. الله، شوف الايات القرانيه لما تربطها ببعضها تطلع لك النتيجه ازاي. يبقى ابليس بيقول لربنا ثم لا تجد اكثرهم شاكرين، ولا تجد اكثرهم شاكرين، مش هتلاقي يعني اكتر العباد مش هيشكروك يا رب. خد بالك، فربنا بيقول ولقد صدق عليهم ابليس ظنه،
والدليل في الآية الثانية وقليل من عبادي الشكور. الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. إيه ده؟ يعني إذن الأكثرية كده الدليل قدام، هو واضح هو في الكون اللي احنا عايشين فيه ده كله في 6.5 بليار. ده الدليل العملي بقى. إبليس ظن، فتحقق الظن، فربنا بيقول لك النتيجة وقليل من عبادي الشكور. إيه الدليل على كده؟ الواقع اللي احنا عايشينه هو ده أكبر دليل. 6.5 مليار عايشين على الأرض الآن، منهم 1.5 مليار كمان من المسلمين، و5 مليار يكفرون بالعزيز الغفار سبحانه وتعالى. يبقى فعلا وقليل من عبادي الشكور. شفت المعنى ماشي ازاي؟ سبحانك يا رب. عايزك تفتكر ان الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده طريق العبادة وطريق الطاعة وطريق الصيام والقيام وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى والبعد عن كل ما يغضب المولى عز وجل، الطريق ده هو الطريق الستريت اللي أخرته الجنة، هو ده الطريق المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. تخيل حضرتك لو أنا مسافر من مصر، من القاهرة يعني لإسكندرية، مسافر من القاهرة لإسكندرية، فبسأل واحد بقوله الطريق منين، فقال لي هم الطريق قدامك، امسك أول طريق إسكندرية ستريت لحد ما توصل إسكندرية، لا تحود يمين ولا شمال. فأنا بحب استطلاع قلت الله، لما هو طريق واحد بيوصل إسكندرية أمال الطرق الفرعية دي بتودي فين؟ طب ما تيجي نتفرج ونشوف. فدخلت طريق وتخت ورجعت للطريق التاني وتعرضت المشكلة، ورحت الطريق الثالث طلع علي أسد، ورحت الطريق الرابع الكلاب جريت ورايا، وحصل لي مشاكل كتيرة. وفي الآخر قلت يا خبر أبدا، إيه اللي مشيني في الطرق دي كلها؟ يا عم تعالى نبدأ مرة تانية من أول طريق مصر اسكندرية الصحراوي ونطلع بقى. طب ما كمل أول. الشاب اللي عايش في المعاصي، والبنت اللي عايشة في مخالفات شرعية وبننصحها لله أو بننصحه لله، بقول له عمرك والله العظيم غالي قوي، واوعى تخلي عمرك واوعى تخلي عمرك حقل تجارب. اقول لكم حاجه حلوه، لو ان الطريق هو قدامي اهو ومعروف والناس شاورت لي عليه، فجيت اخش في طريق فرعي عشان كده اتفرج واشوف واستكشف، فواحد رجع لي قال لي خد خبرتي يا ابني، انا مشيت في الطريق الفرعي ده لقيته كله مليان رمل وزلط وطمي، وفي كلاب وفي ثعالب ممكن تطلع عليك وفي حاجات مش كويسة، بلاش يا ابني تجرب. أنا جربت يا ابني وتعبت واتبهدلت، فبلاش أنت تتبهدل، أنا بقولك خبرتي. فالنهاردة العالم أو الداعية بيقولك وبينقلك، لأنه هو ده وريث النبي صلى الله عليه وسلم. مش النبي قال كده؟ ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأنا بقول لك كلام ربنا وكلام النبي عليه السلام، بقول لك خد بالك الطريق ده خطر، الطريق ده يوصل للنار، تعال نمشي في طريق الجنة. تقول لي طب هجرب، أقول لك ممكن تجرب لو تضمن تعيش، بس هتجرب وهتندم وهترجع، حتى لو ربنا قدر لك أنك تعيش هيبقى جواك حسرة على عمرك اللي عدى، هتقول يا ريتني بدأت من بدري، يا ما ناس التزمت وبقت كويسة قوي وبقى زي الفل، بس برضو جواهم غصة، يقول يا إيه اللي خلاني بدأت وأنا عندي 50 سنة؟ ليه ما بدأتش زي الشباب اللي زي الورد دولت وأنا عندي 15 سنة أو 10 سنين؟ ليه ما بدأت؟ ده فيه أطفال النهاردة 6 سنين وختمين القرآن، 5 سنين والله وختمين القرآن. تخيلوا حضراتكم ليه ما بدأتش بدري؟ عشان كده نبقى ليه قال من خاف أدلج، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، من خاف أدلج يعني بدأ بدري مش في أول الليل، من خاف أدلج. طب واللي أدلج؟ ومن أدلج بلغ المنزل، خلاص وصل. فين المنزل؟ قال إيه؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا سلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فأنا بقول لك ما تجربش الغلط، علشان ممكن ما ترجعش، ولو رجعت هتندم على العمر اللي عدى. واسال حضرتك سؤال صغير، لو ان الشاب بيعصى ربنا وكان معاه واحد زميله بيعمل نفس المعصيه، واحد منهم مات ودخل النار، وبعد ما دخل النار ربنا اذن له انه يرجع الدنيا ويقابل صاحبه، فرجع قابل صاحبه
فقال له ايه اللي حصل؟ قال له تعال احكي لك اللي انا شفته في النار وفي القبر. هل تتخيل الشاب دوت بعد ما سمع الكلام ده كله هل ممكن يتجرأ على معصية ربنا سبحانه وتعالى بعد اللي سمعه؟ انا ما اظنش بعد اللي سمعه ده كله. طب ما نتخيل، مش عايز نتخيل العذاب، وليه بنتخيل العذاب بس؟ ليه دايما بنسيء ظن؟ ليه دايما كل كلامنا انا هعبد ربنا عشان ما اخشش النار، انا هعبد ربنا عشان ما اتعذبش في قبري، انا هعبد ربنا عشان ما اتبهدلش يوم القيامه؟ طب ليه مش هعبد ربنا عشان انا بحبه؟ ليه مش هعبد ربنا عشان ربنا يستحق ان احنا نعبده؟ ليه مش هعبد ربنا عشان فعلا ربنا فعلا يعني هو يعني هو ايه يعني احنا مهما عملنا لن نوفي عشر معشار من مليار من حقه سبحانه وتعالى علينا ولا من فضله علينا. ليه ما عبدش ربنا بحب؟ والانسان لو عبد ربنا علشان بيأدي الواجب اللي عليه وعشان ما يتسألش، صدقوني هيأدي العبادة من غير نفس. إنما لما يأدي العبادة بحب، شوف النبي لما بيتكلم عن الصلاة، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وروح قلوبنا صلى الله عليه وسلم، بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. ما بيقولش أنا بصلي عشان أخلص اللي ورايا وما يبقاش علي أي مسؤولية وتسألش عن، لا، بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة أرحنا بها يا بلال، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. هي دي المسألة. فأنا عايزك تفتكر أن الطريق اللي أنت ماشي فيه دوت، طريق العبادة اللي احنا بندلك عليه ده، هو طريق الجنة، هو طريق النبي، هو طريق الطريق اللي ربنا اختاره. وأبى الله أن يجعل طريقا للجنة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف ده ربنا بعت لك دعوة وبعت لنا كلنا دعوة. من الذي يقبل الدعوة؟ من الذي يرفضها؟ المولى عز وجل يقول والله يدعو إلى دار السلام. الله، دار السلام اللي هي الجنة، ده من أسماء الجنة دار السلام، إن كلها سلام، ليس فيها أذى، ليس فيها مرض، ليس فيها حرب، ليس فيها كره، ليس فيها بغض، ليس فيها أي شيء يعني ينكد على الإنسان أو يتعبه في حياته. دار السلام كلها سلام. فسبحان الملك. وبعدين يعني السلام من أسماء المولى عز وجل، هي دار السلام، دار الملك سبحانه وتعالى. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري والترمذي واللفظ للترمذي، قال رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وكأن ميكائيل عند رجلي. فقال جبريل لميكائيل اضرب له مثلا، أي اضرب للنبي مثلا. فقال جبريل اسمع، سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى في تلك الدار بيتا ثم أعد مأدبة عزومة ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى طعام. تعالوا جماعة احنا عازمينكم على الطعام في البيت اللي موجود جوه الدار الكبيرة ديت. فمنهم من أجاب، في منهم ناس وافقت وجت، ومنهم من أبى. إيه التفسير؟ فقال الملك فالله هو الملك والدار هي الإسلام والبيت هو الجنة، وأنت يا محمد رسول من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. الله، دعوة جايالك من ربنا ودعوة جايالك من نبينا صلى الله عليه وسلم. هنطلع فاصل قصير، ولكن قبل ما نطلع الفاصل أحب أقول لحضراتكم إن إحنا ابتداء من الحلقة دي إن شاء الله هيبقى فيه مسابقة أسبوعية. المسابقة الأسبوعية دي هيتوزع فيها موسوعتين من الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال والأسرة المسلمة، عبارة عن 16 مجلد في جميع علوم الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي بيقرأها أنا بعتبر أنه هو خد درجة طيبة جدا جدا في تحصيل العلم، ثم بعد ذلك يبدأ يتخصص بعد ذلك إما في الفقه أو أصول الفقه أو علم الحديث أو أي حاجة اللي هو عايزه، لكن دي هتعمل له أرضية جميلة جدا. لو أراها طفل يفهمها، لو أراها شاب يفهمها، لو أراها واحد كبير يفهمها بفضل الله سبحانه وتعالى. سؤال الحلقة ديت، وأظن قدامكم
الرسائل اس ام اس اللي هتبقت على قناه الناس اظن قدامكم موجود على الشاشه، لان الشاشه قدام ما فيهاش يعني، هتكون موجوده قدامكم على الشاشه، والاستاذ حمدي اكيد سمعني، فهيبقى ظاهر لكم عنوان المراسله، تبعته على قناه الناس ان شاء الله. مالكوش دعوه بقى بالتليفونات اللي بتظهر على الشاشه في الاعلان، دي مالهاش علاقه انما الاعلان خاص بقناه الناس. فان شاء الله السؤال، من هي اول شهيده في الاسلام؟ مين هي اول شهيده في الاسلام؟ هتبعتوا لنا، ويوم السبت القادم ان شاء الله نشوف اول اسمين جاوبوا اجابه صحيحه، هنذكرهم على الهواء مباشره وهننتقي قدامكم على الهواء مباشره، والفائز الاول ياخد موسوعه والثاني ياخد موسوعه من المكتبه ان شاء الله. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. عطر القلوب اريجه قد فاح من هذا اللقاء.